هذا اليوم يوم الخميس 5 مارس 2020 التاسعة بالتوقيت المحلي، الثامنة بالتوقيت المحلي، في الدرجة البداية من ساحة فرنسا اتجاه المجاهدين ثم المسلمين.
مشاريع سيدي عمار تسمية ناقصة، ما عرفناش شكون سيدي عمار، واش كيقصدو سيدي عمار بالحدود الريفي، كذلك هي ضيق الطريق عاوتاني في هذا المكان، كتجي كتلقى الطريق واسعة وطريق ضيقة، مع العلم أن الأرض كانت خاوية فارغة، الطريق كانت مرصوبة، إذا وصلنا إلى
واش هنا غادي الفيديو هنايا لقدنا اليوم الخميس 5 مارس 2020 هنا اللي قاعد في الشاحن بحال هادو ما عرفتش الطريق اللي كتمشي للجبل الكبير الميلاد اللي خلينا على بالك الدور على اليمين مباشرة لحي بسنانة ثم لحي محطة ديال الطاكسيات جميع الاتجاهات اذا هنايا كيتلاقاو جميع المحطات ديال الطاكسيات شرم الشيخ الجزيرة قناة الجزيرة الناس متأثرين بها بزاف هناك أسماء لمقاهي ومطاعم كيزو من قناة الجزيرة الإخبارية من بعد الجزيرة الوثائقية وكيشوفها واحد بزاف مع العلم أنني لا أتفق مع مثل هذه المحطات أبدا بتاتا على أي حال وصلنا إلى المطار ديال تهانا ونهي الفيديو في هذا المكان تحية لكم ولله